في ملف حلقتنا لليوم مستمعينا نفتح موضوع التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، ونخصص هذه الحلقة للإعاقة الجسدية والبصرية. نعم مستمعينا، واستثمارا للوقت نرحب مباشرة بضيوفنا في الاستديو سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سيب. أهلا وسهلا بك سعادتك. مرحبا حياكم الله. والأستاذ مبارك بن سليمان القاسمي مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا لك أستاذ مبارك، وشاكرين لكم تجاوبكم كذلك. بارك الله فيك، والشكر لكم جميعا على مبادرتكم بطرح هذا الموضوع. يعطيك العافية. كذلك نرحب بأكرم بن سيف المعولي نائب رئيس اللجنة البارا أولمبية العمانية وعضو اللجنة الوطنية للشباب. أهلا وسهلا فيك أستاذ أكرم. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. ونرحب بعبد الله بن شاكر البلوشي متقاعد من القطاع الحكومي وممثل ومشرف الجمعية العمانية للمعاقين بمحافظة جنوب الباطنة. يا مرحبا وسهلا فيك. مرحبا فيكم وشكرا على هذه الاستضافة. حياك الله. ونرحب براشد بن سليمان الفارسي مؤسس مجموعة إبداع البصيرة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا ومرحبا، وشكرا لإذاعة شبيب على هذا الطرح الجميل، وإن شاء الله نفيد ونستفيد بإذن الله. يا مرحبا وسهلا فيكم جميعا. واتوقع الجميل في جلستنا اليوم وكأن في سبلة عمانية نناقش موضوع مهم من مواضيعنا دائما اللي نحاول تكون فيها جميع الأطراف. إذن نبدأ مباشرة مع الأستاذ مبارك ونتحدث عن واقع الخدمات المقدمة في السلطنة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والبصرية تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة هي في حقيقة الأمر متنوعة ومتعددة، وتركز على تمكينهم. التوجه الآن في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة وفي الاندماج، والتمكين نقصد به التمكين من كافة النواحي اجتماعيا واقتصاديا وحتى ثقافيا. ففي مجال التمكين نأتي في البداية على برامج التدخل المبكر، وهي برامج التأهيل التي تقدم عبر العديد من مراكز التأهيل المنتشرة في ربوع السلطنة. عندنا حوالي 29 مركز لتأهيل الأطفال المعاقين، عندنا العديد من الجمعيات الأهلية في حدود 11 جمعية، عندنا العديد من مراكز التأهيل الخاصة التي أيضا الوزارة تشتري الخدمة منها ويعني وترسل الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تتسع لهم ربما المراكز الحكومية. فالتأهيل شامل ومتنوع، وفي التأهيل طبعا كما قلنا شامل يعني في الجانب العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق، وهو هذا يتحدد وفق تقييم وتشخيص كل حالة. نعم. فطبعا التقييم يمر أيضا بمراحل على أساس نعطي صورة كذا يعني عمومية في البداية. طبعا يأتينا أول في البداية التشخيص الطبي للحالة، ومن ثم تم تشكيل وحدة خاصة بالتشخيص فيها شركاء من الجهات المعنية بتقديم الخدمة كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. يتم تقييم احتياجات كل حالة ووضع خطة فردية لكل حالة في المجالات التي يحتاج فيها إلى التأهيل، ومن ثم يعني يتم مباشرة التأهيل المناسب له. هذا طبعا التدخل المبكر كما نقول انه يبدا في المراكز حاليا من 3 سنوات، وهو يفترض ان يبدا في سن مبكر من هذا بكثير. نعم. طبعا هناك ايضا برامج كتاهيل من خلال دعم الاسره وتبصيرهم بمتطلبات الحاله متى ما وصلت الينا مباشره، وهذا يتم التاهيل في المراكز حتى سن 6 حين يتم تقييم الحاله، وان كانت بالامكان يعني دمجها في المدارس التعليم العام سيتم دمجها يعني ينتقل من طور إلى طور. نعم. ويستمر التأهيل في مراكز التأهيل الخاصة بالوزارة مراكز الوفاء في حالة أنه الحالة لم تكن جاهزة للاندماج التعليمي. نعم. وحتى بلوغ 16 أو 18 سنة يتم أيضا الاتجاه نحو تأهيله تأهيلا مهنيا.
وتأهيل مهني معناته الدمج أيضا في سوق العمل والانتقال به إلى مرحلة أخرى من مراحل التأهيل. نعم. هذا بصفة موجزة للمراحل التي يمر بها التأهيل. نعم. ونحن أكيد بنأتي على التفاصيل في وقت لاحق من البرنامج. والجميل الآن بعد ما عرفنا يعني أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، نتعرف من خلالك سعادتك على يعني أهم الاحتياجات والمتطلبات الحقيقية لذوي الإعاقة. وطبعا أنا أسألك هذا السؤال بعد ما اجتمعتوا أنتم في وقت سابق في المجلس مع يعني الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع والأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. طبعا بداية كل الشكر والتقدير لقناة الشبيبة على طرح هذا الموضوع لأكثر من مهم، وبطبيعة الحال الإعلام دائما يكون متميز في حال طرحه طبعا لمثل هذه القضايا المجتمعية الملحة. ولا شك بأنه إخواننا من ذوي الهمم هم يعني يكونون دائما بحاجة إلى أي مراعاة في أي جانب من الجوانب طبعا الخدمية التي تعينهم طبعا على السير في حياتهم بشكل جيد. حقيقة هي كانت سلسة جميلة أن ألتقي بإخواني من ذوي الهمم، من دائما نسميهم ذوي الهمم لأنهم حقيقة هم أصحاب همة كبيرة، وكان هذا اللقاء كان من خلال طبعا زيارتي للمركز العربي للتوحد، كان الإخوان موجودين والتقيت معهم، وحقيقة كان لقاء أكثر من رائع وشيق بالمناقشة معهم باحتياجاتهم. وبالفعل خرجنا في احتياجات محددة وضرورية، يعني الإخوان كانوا يعني يرغبون بأشياء خلنا نقول أبسط من البسيطة، تحتاج فقط إلى تعاون قطاعات، تحتاج إلى يعني أخذ هذا الموضوع بهمة أكبر حتى يعني تستطيع القطاعات هذه تنفيذها من خلال مواردها. يعني معظم الاحتياجات لا تحتاج إلى مثلا موارد مالية إضافية أو تحتاج إلى خدمات أخرى تقدم أو موظفين آخرين ممكن يقوموا بهذا الدور، لا، يحتاج فقط إلى مساندة، إلى معاونة، إلى تنظيم، إلى عمل جدي ويتحقق طبعا ما يريدون. كان من أهم يمكن اللي ذكرتها أنا حتى في إحدى تغريداتي قضية وجود خط ساخن، يعني بالحقيقة من ضمن لقائي معهم وجدت أنه عندهم كثير من الشكاوى خصوصا ما يتعلق في يعني احتياجاتهم للخدمات المعينة، سواء على مستوى البنك، سواء على مستوى جهة حكومية، سواء على مستوى التسوق، سواء على مستوى المعاملة الناس لهم، لا يجدون هذا الأخوة ملجأ يلجؤون إليه لتقديم هذه الشكوى أو والله المطالبة بأي يعني خدمة معينة ممكن أن تقدم لهم. فلذلك يعني أرى أن يعني ضرورة وجود هذا الخط الساخن لهؤلاء الفئة من الناس اللي يعانون كثيرا من تعدي بعض الناس لهم، حتى يعني من خلال بعض الموظفين الحكوميين للأسف نجد أنه كثير من الموظفين يعني لا يعطون هذه الفئة حقهم، ولذلك بالفعل يحتاج هذا الشخص أن يلجأ إلى 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 مكان معين حتى يقدم يعني شكوى أو يقدم مقترحه أي كانت هذه الشكوى. فلذلك هذه مطالبة، وأتمنى يعني من أخي مبارك من وزارة التنمية الاجتماعية من هنا أن يأخذ هذا الطلب المهم، وكذلك الطلبات التي ستعرف بعد ذلك من أخواننا يعني بمحمل الجد، وإن شاء الله وهذا ما تأمله من مثل هذه المقابلة أن نكون في طاولة واحدة ونتحدث بكل أريحية حتى نحاول أن نساند بعضنا البعض إن شاء الله تعالى. نعم. هذا فقط مختصر بسيط وأنا أترك المجال لزملائي للحديث في هذا الموضوع. يمكن يعني من خلال كلامك سعادتك ومن خلال كلام أيضا الأستاذ مبارك هناك اهتمام يعني أيضا وخدمات تقدم، ولكن هذا الموضوع محتاج إلى مزيد واستمرارية أيضا. يعني ممكن أيضا نتعرف من خلال أكرم على واقع معايشتك، يعني أنت كأحد الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الإعاقة، وما هي أبرز التحديات اللي تواجهكم في طبيعة الحياة اليومية؟ في البداية أشكركم على الاستضافة، وإذا حبينا نتطرق بشكل يعني معمق فيما يتعلق بالتحديات والقضايا التي تؤرق الأشخاص ذوي الإعاقة لحصرناها في عدد من المواضيع العامة، ومن ضمنها التوظيف والزواج والتعليم العالي. هذه المواضيع يعني مرتبطة ببعضها لبعض، بالإضافة إلى الصحة. التوظيف يعني بلا شك هي يعني من أكبر القضايا التي تؤرق الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه بالنسبة لهم حياة جديدة
يختلف لما انا اقول التوظيف واذكر انه ليش انا اقول يعني البعض يقول انه هذا التوظيف ايضا للاخرين كذلك مهم جدا بالفعل صحيح، لكن الفرص الوظيفية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام قليلة جدا، وهناك قطاعات كثيرة في المجتمع المدني ما تفتح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم يتقدموا للوظائف بحكم أن هذه الوظائف تشترط أن يكون المتقدم لائق طبيا، وبالتالي تتقلص فرص الوظائف أو التوظيف المتاحة لهم. كذلك مجتمعاتنا العربية بشكل عام فيما يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة، والكثير من الناس تتحفظ في الحديث في هذه الجوانب، وأنا كنت أتأمل أو أتمنى أنه يتم مناقشة هذه القضايا من قبل الجهات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه هذا موضوع يعني الكثير يحاول أنه يغطي عليه لا ويشوبه الكثير. لا زالت مجتمعاتنا احنا لما اقول لك العربيه لان هذه معاناه في المجتمعات العربيه بشكل متشابه جدا، وينطبق طبعا في وضعنا احنا على مستوى السلطنه. هناك تحديات تواجه الشخص من ذوي الاعاقه اذا كان يريد انه يتزوج، او انها البنت اذا كانت من ذوي الاعاقه تريد، او انه شخص يريد انه يتقدم لها. هناك تحديات اسريه تواجههم بسبب قله الوعي. يعتقد بعض أولياء الأمور أن الشخص إذا كانت لديه إعاقة في أحد أعضاء جسمه وبالتالي هو ما يستطيع أنه يكون أسرة، وهذا مفهوم خاطئ، وما يقل هذا المفهوم إلا إذا كانت هناك توعية حقيقية في القضايا اللي نحن دائما نتمنى أنها يعني يكشف الغطاء عنها. التعليم كذلك، التعليم مهم جدا ما يخفى على أحد، لكن إذا تناولنا مثلا الأشخاص المكفوفين على سبيل المثال ذوي الإعاقة البصرية، فرص التعليم في التعليم العالي أو المجالات في الجامعات والكليات فرص قليلة جدا، فإحنا نحصرهم في بعض المجالات المعينة، وبالتالي نحن هم قادرين أنهم يبدعوا في مجالات مختلفة جدا. فبالتالي من المهم حتى ذوي الإعاقة السمعية كذلك المجالات المتاحة لهم مجالات محدودة جدا في التعليم العالي، وبالتالي احنا محتاجين كل سنتين او كل 3 سنوات اعادة تقييم والاستعانة بالخبرات والتجارب المتقدمة في الدول الاخرى، لانه ما من المنطق انه الشخص يحكر في عدد من التخصصات وانه يلزم فيها، وبالتالي في من الأشخاص يعني ألزموا ببعض التخصصات وظلوا باحثين عن عمل عشرات السنين بسبب أنه هذا بسبب الإعاقة وبسبب أنه التخصص نفسه ما له سوق في العمل. فهذه القضايا اللي يعني المهمة جدا اللي أجدها في نظري تشكل يعني عامل تحدي كبير بالنسبة. يعني أكرم، أنت أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، يمكن نحن كل تركيزنا على الخدمات التي توفرها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن أنت تطرقت إلى موضوع المجتمع كذلك وتعامله مع المعاق نفسه. نحن للأسف يعني حتى ولما طرحنا عنوان هذه الحلقة يعني في كثير من التعليقات جاية، يعني الناس مختلفين هل هم ذوي الإعاقة ولا هل هم ذو الإعاقة ولا هل هم المعاقين، وتركنا قضايا كبيرة، يعني قائمة قضايا كبيرة أن ذكرتها أنت أكرم، وجالسين نشوف على قشور الأمور. أنا عجبتني مرة تغريدة لك لما ذكرت يا جماعة الخير نحن ما عندنا مشكلة أني أنا معاق، يعني ما عندي مشكلة كمسمى، يعني خلونا نلتفت إلى ما هو أعمق من ذلك. فإذا المجتمع كذلك إلى دور في أنه يغير هذه الثقافة وهذه النظرة في جوانب الأخرى، حتى بعد يعني يمشي موضوع الخدمات اللي ممكن تقدم مع ثقافة المجتمع في خط واحد. بالفعل هو نحن يعني هذا تغريدتكم انتم والتغريدات اللي دائما يعني نذكرها الكثير يبتعد يعني بعد كبير عن المحتوى ويلتفت الى موضوع المسمى. ونحن دائما نعيد ونكرر احنا الاسم بالنسبة لنا ما مهم، الأهم هو الواقع والخدمات اللي تقدم لهذا هذه الفئة والتسهيلات كذلك، هذا هو أهم من مجرد الاسم. الأسماء يعني
يعني ما تشكل بالنسبة لنا خلاص. احنا يعني انا يعني اتكلم واعرف حال الاشخاص ممكن يشاركوني الاخوة راشد وعبد الله، انه بالنسبة لنا الاهم انك اقوى تعطيني وظيفة اقتات من خلالها تساعدني في اني اكون اسرة، تسهل لي الخدمات، توصل لي الخدمات الى عندي انا، هذا اهم. الاسم هذا بالنسبة لنا شيء يعني سطحي جدا. وانت قلت بالقشور، والبعض يقول انه الاسماء الى دافع نفسي، وانا قلت انه هذا المسميات هي عملية مؤقتة مثل المخدر، بعد فترة معينة خلاص اصبح الاسم مستهلك. والبعض يقول انه هذا ذوي القدرات الخارقة وذوي القدرات العظيمة والى اخره. انا شخصيا ضد هذا الموضوع، لانه انا اقول لك بصراحه انه ممكن بعض الاشخاص ذوي الاعاقه ما يعجبهم هذا الكلام. ما كلهم الاشخاص من ذوي الاعاقه عندهم قدرات خارقه وعندهم شو اسمه وعندهم همه عاليه، حالهم حال باقي الناس يعني حال هذه الاشخاص. هم في الاول والاخير بشر وقدراتهم متفاوته، مثل ما عندنا ناس منهم ليسوا من ذوي الاعاقه وقدراتهم متفاوته، كذلك الاشخاص من ذوي الاعاقه ما كلهم منتجين، ما كلهم منجزين اذا صح التعبير. ولكن الاهم هو نحن كيف نحول اعاقتهم والتحديات اللي يواجهوها الى انهم قدرات بناءه. نعم، ونيلهم اكيد لحقوقهم هو ما يمكنهم بشكل اكبر وليس الاسم. نستمع كذلك لراشد. راشد يعني يمثل الإعاقة البصرية، هو كفيف، وأنا حقيقة أوجه لك شكر خاص يعني على وجودك اليوم معنا في الاستديو وحرصك أنك تكون موجود معنا. راشد يعني أنتوا في مجموعة إبداع البصيرة قدمتوا يعني أشياء جميلة جدا نحن نفتخر فيها ونتابعها بشكل مستمر. نتكلم يعني راشد عن الأشخاص ذوي الإعاقة. في البداية أول شيء مثل ما يعني يسعدني أنه أكون بين هذه الكوكبة، وراح يكون اسمحوا لي يعني يكون طرحي مختلف ونوعا ما فيه من الشفافية. في البداية إبداع البصيرة طبعا يعني أنا أسستها قبل 10 سنوات، والآن استلموها ناس آخرين يعني خلاص يعني أصبحنا يعني سلمنا الراية من السابق يعني، واشتغلنا في جمعية نور المكفوفين واشتغلنا في أماكن مختلفة. النقطة المهمة، ماذا يميز الدول المتقدمة في مجال الإعاقة عنا؟ هذا سؤال أنا سألته أصدقائي في المؤتمرات وفي ترى فقط اللي يميزهم شيء بسيط. ما هو؟ شيء بسيط جدا، فقط يحتاج إيمان متكامل من كل الجهات، منظومة متكاملة. من الغلط أنا لاحظت في اللقاءات السابقة أن نوجه اللوم لجهة معينة مثلا وزارة التنمية كذا، لا 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 هذا غلط، هذا أكبر غلط. لابد أن يكون في منظومة متكاملة. يا أخي من يوم ولد المعاق أو من مجرد يدخل في مجال الإعاقة لابد أن يكون في نسق. التربية لها دور، التنمية لها دور، التعليم العالي له دور، القطاع الخاص له دور، إمكانية الوصول في مثلا تتمثل بوزارة النقل والاتصالات في المواصلات وغيره. لا هذا اللي يميزهم. هناك المعاقين في أوروبا يعني اسمحوا لي فقط أنا أسمي المسميات خلي على القارات على الأقل يعني كأقل تقدير، ما يميزهم أنه في عملية تكامل، ما في جهة واحدة ترعاهم من المهدي للحد. هذا أكبر غلط. من ممكن أنك أنت في النهاية نحن موظفين وعارفين بيرغطه بصراحة، خلينا نكون طرح شفاف والبساطة أحمدي، يعني نحن نعرف موازنات الوزارات وغيره وغيره. لكن لو كان في تكاملية ولو كان في جهة تشرف على تطبيق هذا المنظومة المتكاملة. نعم. هذا هو هذا اللي طيب هذه الجهة هي ترى وزارة التنمية الاجتماعية. بس وزارة التنمية أنا عارف وزارة التنمية يعني أنا ما أريد أتكلم عنها يعني بإسهال. ترى على يمينك أستاذ مبارك، أنت تعرفنا على يمينك عشان كذا. صاحبي صاحبي لا أعرفه. ماشي بس يعني شوف وزارة التنمية ما ممكن بعد نحملها فوق طاقتها. نعم. أنا أمنيتي بصراحة أن تكون في هيئة، وخلينا نتكلم بالحقائق، ان تكون هيئه مسؤوله عن ذوي الاعاقه بشكل عام وتكون باشراف من مجلس الوزراء مباشره. نعم.
لأنه بعدين سالفة العناوين، نحن للأسف في لغة البحث العلمي دائما يقول لك اكتب المتن وبعدين اكتب المقدمة. نحن اشتغلنا كثير في المقدمات واشتغلنا كثير في العناوين، هذا من الخطأ ترى اللي نحن وقعنا فيه. كل جهد جميل في عمان لذوي الإعاقة البصرية هو نتاج جهد شخصي، حتى لو كان مؤطر بإطار حكومي. كل جهد شخصي، يعني مثلا مبارك يؤمن بالمعاقين ويحب المعاقين وكل حاجة، المعاقين بيتطوروا، راح مبارك تقاعد، لابد أن يكون في منظومة متكاملة. هذا يعني ما راح أتكلم عن التحديات، وأنتم التحديات معروفة مكتوبة في تويتر، البنوك والتعليم وغيره. للأسف حتى مثلا يعني أنا أستغرب حقيقة من يعني الآن يقولوا أن نحن كليات العلمية ما مكيفة لضم ذوي الإعاقة البصرية. طيب في كليات أدبية ويعني ما ممكن أن الكفيف يدخلها، ما أعرف ليش يعني. بالنسبة للتوظيف، التوظيف نحن على فكرة في عمان، يعني خلينا نذكر الأشياء الإيجابية بعد. في عمان نحن على فكرة يعني في السنوات الأخيرة صار طفرة في التوظيف بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية، يعني بالنسبة للمسميات الوظيفية. نحن إذا كنا بنعمل عملية مفاضلة، ربما نحن أفضل من دول كثيرة من مجلس التعاون اللي فيها تنوع وظيفي، مثلا في الباحث الثقافي، في الباحث الاجتماعي، في أخصائي دعم، يعني تنوع في التوظيف. لكن ما نطالبه أنه يعطى الكفيف أو المعاق الثقة. يا أخي التدرج الإداري غير موجود، المسمى الوظيفي يظل معاه لغاية ما يتقاعد. طيب جيب لي مدير عام من ذوي الإعاقة البصرية، ما أعرف ذوي الإعاقة الحركية فيه ولا لا، لكن أنا أتكلم عن ذوي الإعاقة البصرية. ما في الدرجة المالية، ربما يوصل درجة المالية حتى إلى مدير عام، لكن ما أعرف صراحة. وهذا يمكن ما ندرجه ضمن موضوع التمكين، يعني إحنا محتاجين فعلا نمكنها. هو فقط أنا أقول لكم الحل المنظومة المتكاملة. نعم، هذا من وجهة نظري. عبد الله، يمكن أنت موضوعك أيضا مختلف، ما تتكلم بشكل شخصي، وإنما أنت أيضا ممثل لجمعية العمانية المعاقين بجنوب الباطنة، يمكن تتكلم عن نفسك وعن مجموعة كبيرة من المعاقين الموجودين في هذه المحافظة أو في هذه المنضمين لهذه الجمعية. نظرتك لواقع هذه الخدمات، هل فعلا هناك تحديات تواجهكم، وهل التركيز على الجوانب الأساسية اللي هي الخدمات، أم يعني مثل ما ذكر أكرم أيضا الجوانب الاجتماعية، هل في اهتمام بالنسبة للجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ مداخلتي، أحب أن أبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الفئة. طبعا وزارة التنمية الاجتماعية بكل أمانة باذل الجهد، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهذا نحن نفتخر ونعتز فيه. وأنا أحد المخرجات لهذه الوزارة الموقرة في عام 94 من مركز رعاية وتأهيل المعاقين، طبعا في طباعة وفي إدارة أعمال، في عدة تخصصات، لكن دائما نحن نطمح للمزيد من الجهود. اليوم نحن الشخص ذوي الإعاقة أعتقد ليس بحاجة كما ذكر أخي أكرم لنظرة العطف، ولكن هيئ لي الأماكن، وفر لي الإمكانيات، أنا بعتمد على نفسي. بعض الأحيان الشخص ذوي الإعاقة والحين الكراسي المتحركة والله الحمد صارت خفيفة الوزن يحملها ويقوم بتنزيلها المعاق بنفسه، فليس بحاجة أن المعاق يأتي لأحد أو يقول له تعال نزل الكرسي. لا، إذا أنا وجدت الموقف المناسب لي وإذا وجدت المنحدر المناسب لي فهنا أعتمد على نفسي. ما نلاحظ بعض الأحيان، وسامحوني على هذا الكلام، أنه المنحدر موجود ولكن ليس بمقاسات آمنة، فقط لشكل رسمي كشكل صوري فقط. وهذا يعني قبل فترة أقل من شهر كان أحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن الله ستر، رجع بالكرسي في منحدر رايح لأحد البنوك التجارية، والسبب أن المنحدر حاد. هنا دور البلدية أيضا، دور وزارة البلديات في مقاسات محددة آمنة، يعتمد المعاق على نفسه. أنا لست بحاجة لما أنا على كرسي متحرك أذهب إلى هذا المنحدر أنتظر أحد من الأصحاء لكي يقوم بمساعدتي، لا، أنا لازم أعتمد على نفسي. فهذه الأشياء اللي نحتاجها نحن. أيضا هناك بطاقة شخص معاق،
يعني هنا علامات استفهام كثيرة سبق وذكرناها. بطاقة شخص معاق نتمنى تفعيل هذه البطاقة، تفعيلها لا حتى لا تكون بطاقة تعريفية، تكون بطاقة فعلا تخدم هذه الفئة. أيضا هناك في علامة استفهام بطاقة معاق، أنا خلاص معاق مدى الحياة، فلماذا هناك إجراءات معقدة من طلب تقرير طبي؟ يعني كل انتهاء بطاقة لازم أروح أجدد أقدم تقرير طبي، لدرجة لما أذهب إلى المؤسسات الصحية الطبيب عندما يراني لا يقوم بتشخيصي، لأنه عارف خلاص أن أنا معاق، فيوقع على الورقة وأقوم بالذهاب إلى دائرة التنمية لتجديد البطاقة. هذه من النقاط التي نعانيها. أيضا تجديد سنوي مشاكر عبد الله، خمس سنوات نعم. أيضا من النقاط التي نواجهها ونعتبرها صعوبة في المؤسسات الصحية، في هناك إعاقات متعددة خاصة عندنا شلل رباعي وغيره من الإعاقات. وزارة الصحة الموقرة يفترض أن أيضا يكون هناك مراعاة لهذه الفئة عندما تقوم بمراجعة هذه المؤسسات، طبعا أقصد في العيادات الخارجية وليس في أقسام الطوارئ بحكم في ساعة انتظار. أيضا ما نعاني في مراعاتنا واستثناءاتنا، يعني لا يعاملون مثلنا مثل الشخص السوي. فنحن نتمنى دائما وننظر إلى الخدمة الأفضل. أيضا هناك نقطة نوجهها لوزارة التنمية الاجتماعية الموقرة، بما أنها الجهة المسؤولة عنا، هناك في احتفال سنوي يوم المعاق العالمي، لماذا لا يعني تستغل الفرصة في هذا الاحتفال لتكريم المعاقين المجيدين في السلطنة؟ أمام الحق هذا المعاق المكرم، في عندنا اليوم مجموعة كبيرة من المعاقين، أنا ما أجامل ولا أبالغ، في معاقين ما شاء الله تعالى تفتخر بهم السلطنة، ليش ما يعني في آخر احتفال ما حز بالنفس لم يكرم ولا شخص معاق واحد؟ أنا كنت حاضر في الاحتفال، يفترض هذه الكوكبة بشكل سنوي يكرمون، هذا التكريم راح يكون له دافع معنوي. أنا أتكلم عن نفسي، أنا في شهر ديسمبر المنصرم شاركت بورقة عمل حول استراتيجيات إدماج أشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في مهرجان الألوان بالدوحة، هو كان المهرجان الأول في لليوم العالمي للمعاقين، شاركت ونالت الإعجاب. من بعد ذلك أيضا كانت في مبادرة برحلة سفينة خشبية تقليدية من نوع السنبوك، أنا وشخص كبير في السن عمره 71 سنة معاق على كرسي، ذهبنا في رحلة بحرية من دولة قطر إلى دولة الكويت، استغرقت 5 أيام، واجهتنا رياح والأمواج. هذه أول مبادرة على مستوى العالم، لو هذه المبادرة كانت في دولة أوروبية شوف التغطية وكيف تكون. بالمقابل لما وصلت إلى السلطنة الأشخاص اللي قاموا بالترحيب بي كانوا من فئتي من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولله الحمد نحن في الفترة الأخيرة قطعنا شوط كبير في الفعاليات والمشاركات والأنشطة، سواء على محافظة مستوى محافظة الداخلية والشرقية شمال وجنوب وجنوب الباطنة. طبعا أيضا في هذا الصدد ليس لأنه متواجد معي الأستاذ مبارك، ولكن هو من الأشخاص اللي دائما لما نلجأ في المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة باب مكتبهم مفتوح ويتلقى الاقتراحات والآراء بصدر رحب، لكن دائما كما ذكرت في بداية حديثي نطمح بأمانة، نطمح للخدمات الأفضل وبشكل أفضل كما قال أخي راشد بالتنسيق مع الجهات خاصة فيما يتعلق بوزارة الصحة. طبعا أنا أحاول قدر الإمكان أني ما أقاطع أي شخص، نحاول أن يكون في فرصة، ولكن بنفس الوقت نحاول نشرك كذلك الكم الهائل من الرسائل التي تردنا سواء عبر حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو أرقامنا في الواتساب وحتى التعليقات على البث المباشر. علياء العامرية تقول السلام عليكم، ليش دائما لما نريد نفتح حسابات في أي بنك يرفضوا أن نفتح حساب إلا إذا موجود وصي، ولما نسألهم عن السبب يقولوا عن تغيب البطاقة، هل هذا عذر؟ ويعني المبصر ما يضيع البطاقة، ربما هذا الإجراء للمكفوفين ما عرف نحتاج نتأكد منه. نعم بالنسبة للمكفوفين يعني في الأيام الأخيرة التعقيدات البنكية يعني صارت كثيرة في سالفة القروض، أنا شخصيا تعرضت لها يعني، لكن بس خلنا نأكد على هذه النقطة. نعم نعم راشد، يطلبوا حد يكون معك، يكون لازم وكيل، شخص يعني كفيل عفوا. نعم طيب بشكل سريع أخي أكرم، هل من دور
لا نعم، هل من دور للجنة الشباب في صقل المهارات المبدعين من ذوي الإعاقة كالفنانين من مسرح، رسم، تصوير، نحت وغيره، خصوصا أنهم فئة بحاجة لتسليط الضوء عليهم؟ يعني نضرب عصفورين بحجر كونك كذلك عضو في اللجنة. نحن في هذا في هذه الفترة الرابعة اللجنة الوطنية للشباب نحاول كثر ما نستطيع أن نحرص على أنه تفعيل واقعي لمشاركة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المشاريع التي تقوم بها اللجنة الوطنية للشباب، وطبعا ما تنحصر في هذه المجالات اللي ذكرت في التغريدة، وإنما طبعا في كافة المشاريع اللي تستهدف الشباب على الصعيد المحلي. نعم. وعلى الصعيد عبد الله الجبري يقول هناك خطأ نحوي في كلمة ذوي. طيب نتجاوز نحن هذه النقطة اللي قبل شوي كنا نتكلم عنها. السؤال للفاضل مبارك، القطاع الخاص مساهم وشريك في تنمية البلد، لماذا لا يتم التنسيق معه في بناء مركز رئيسي كبير وموحد يتم فيه تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية والعقلية خصوصا، وذلك بعد تخرجهم من مركز الخوض؟ نرى الطلاب بعد تخرجهم حبيسي بيوتهم وليس من جهة تطورهم خصوصا بعد سن 17-18. هذا سؤال من سالم الكندي. طبعا هناك قائمة أسئلة كبيرة لك أستاذ مبارك، لكن نجاوب على المغرد بداية وبعدها نرجع للأسئلة التي طرحت في الاستديو إذا كان في ثمة إجابة على هذا التساؤل. هل في خطة للتنسيق مع القطاع الخاص للتأهيل؟ التنسيق مع القطاع الخاص حقيقة قائم، ونوجه للقطاع الخاص حقيقة بالشكر الكبير، ودورهم واضح وملموس. والوزارة طبعا الآن يعني عملت دراسة وبدأت فعلا بتطبيق برامج تأهيل مهني في ملحقة بوحدات مهنية ملحقة بمراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين. ومن خلال هذه المراكز أو من خلال وحدات التأهيل، وهي مدعومة حقيقة أيضا يعني من القطاع الخاص لهم دور فيها، والمركز الرئيسي اللي هو مركز التقييم والتأهيل المهني بالخوض أيضا بدأ في تطبيق النظام اللي هو التدريب المحمي. وهذا كل الجهود تبذل الآن في بالتنسيق مع القطاع الخاص، والرؤية المستقبلية بتكون أكثر، لأنه نحن ما مثل ما أسلفت اللي همنا الآن التمكين. نعم. الآن بعد ما تتم عملية التأهيل في مراحلها المختلفة وين يروح؟ خريجي أيضا مراكز أو مدارس التعليم الخاص، مدرسة التربية الفكرية في وزارة التربية والتعليم أيضا لهم الإعاقة الذهنية، ومطالبات كثيرة حقيقة من الأهالي أيضا ماذا بعد هذه المرحلة. فعلا التوجه موجود، والدعوة أيضا مفتوحة أيضا للقطاع الخاص أيضا للاستثمار. نعم. نقول استثمار أيضا في هذا الجانب بحيث أنه نخرج بهذه الفئة إلى طور التمكين، إلى طور الاعتماد على النفس، إلى أيضا هناك برامج أيضا يعني بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة اللي هي التوظيف أو على رأس العمل، والتدريب على رأس العمل بمعنى أنه يتم التدريب بهدف التوظيف. فهذه برامج أيضا موجودة ومصاغة، وإن شاء الله يعني بتكون لها يعني في المستقبل القريب النور إن شاء الله. نعم. هذا آخر سؤال بناخذه في هذا المحطة، السؤال موجه لسعادتك، لغة الإشارة في الجلسات مجلس الشورى المنقولة إعلاميا؟ هذا اقتراح جدا ممتاز، يعني يمكن احنا في المجلس ما راعينا هذه النقطة بالفعل، ولذلك يعني انا اعجبت حقيقة بهذا الطرح، وهذا معناه انه بالفعل في ناس جالسة تتابع كذلك جلسات المجلس ومهتمة بالمجلس، ولذلك يعني حق عليهم حقيقة ان بالفعل تكون لغة الإشارة حاضرة موجودة في مناقشات الأعضاء. فان شاء الله هذا الموضوع سيصل للأمانة العامة للمجلس، وان شاء الله يتخذ فيه اللازم بإذن الله تعالى ان شاء الله. والشيء بالشيء يذكر حقيقة من خلال يعني مبادرة بسيطة قمنا هنا بها في الإذاعة لتقديم لغة الإشارة كذلك في شيء من برامجنا المبثوثة عبر اللايف في تويتر، وبالفعل يعني وجدنا أن هناك شريحة كبيرة تنضم لنا في المتابعة من خلال لغة الإشارة التي نقدمها في شيء من برامجنا. نحن موجز الأخبار وبعدها إعلانات وراجعين لمواصلة حديثنا. حياكم الله مستمعينا، وساعة جديدة تجمعنا فيكم، وإحنا مواصلين حديثنا في ملف حلقتنا لليوم، التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة
ونرحب بضيوفنا في الاستوديو الممثلين لمختلف الجهات المعنية وأيضا أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية. سعادتك يمكن الكثير أيضا يعول على مجلس الشورى أن يكون قريب أيضا من هذه الأطروحات من الاحتياجات ومن التحديات التي يواجهها ذوي الإعاقة وأيضا يكون متابع للخدمات التي تقدمها الجهات المعنية، فما الدور الذي تقدمه اللجنة الصحية تحديدا في هذا المجال؟ طبعا أنا حقيقة منذ يعني إبلاغي عن قضية الحلقة والحديث حول المعاقين وأنا مباشرة توجهت للأمانة العامة للمجلس للحصول على آخر المستجدات، وكذلك إن كان هناك أي يعني متابعة من المجلس لهذا الموضوع المهم. وحقيقة ما أثار انتباهي بأن المجلس يتحدث عن موضوع الإعاقة منذ التسعينات، يعني كثير حقيقة من الأطروحات، كثير من الدراسات، كثير من التوصيات رفعت من خلال المجلس للحكومة للعمل طبعا على توفير مثل هذه الخدمات أو الاحتياجات اللي يحتاجها بالفعل يعني إخواننا من المعاقين. ويعني كان من أهمها ومن أبرزها، ولعل يعني هذا الموضوع أتمنى حقا من هذه الإذاعة كذلك أن نتبنى مثل هذه القضية، اللي هي قضية تعديل قانون الإعاقة. يعني تعديل قانون الإعاقة من عام 2008 ما وصل لأي شيء أنه صار في أي تعديل أو أنه صار في أي تغييرات في مواد هذا القانون. ولذلك يعني أنا أرى من المهم الآن أن يتم مناقشة هذا القانون وأن يتم العمل على توضيح بعض مواد وإضافة بعض المواد اللازمة، لأنه إحنا عارفين الآن نتكلم عن 11 سنة تقريبا من مضي القانون، ولذلك كان لابد، وهذه من ضمن المتطلبات اللي أنا شخصيا راح أتبناها إن شاء الله خلال حتى الفترة القادمة للمجلس إن شاء الله إن أعطانا الله عمر، أن يتم مناقشة مثل هذا القانون وإبرازه الإبراز الجيد. كذلك كان هناك حديث يتعلق بقضية وجود الهيئة، مع الأخ راشد ذكر موضوع الهيئة المعنية بالإعاقة. وحقيقة أنا أرى وجود هذه الهيئة مهم جدا خصوصا في هذه المرحلة. إحنا ما نعاني يعني وما يعاني كثير من المواطنين وما يؤرق كثير من يعني المقيمين والمواطنين في هذا البلد هو عدم وجود تكامل في كثير من أعمالنا. للأسف يعني إحنا عندنا مواضيع مهمة وعندنا يعني خلنا نقول ملفات شائكة، تجد حل هذه الملفات يعني وجود حلول لهذه المواضيع من خلال فقط لو جلسنا إحنا كقطاعات مع بعضنا في طاولة واحدة. كم نتمنى أن تكون الجهات المعنية المتعلقة بقضية الإعاقة أن يجلسوا مثل هذه الجلسة، ويا حبذا لو تدعوهم في برنامجكم كذلك. على أساس أن يجلسوا في طاولة واحدة ويناقشوا خلنا نقول هموم واحتياجات إخواننا من ذوي الإعاقة. راح صدقوني نطلع من هذه الجلسة وراح يطلعوا هذه الجهة من هذه الجلسة وهم اتفقوا على أشياء محددة. إحنا نتحدث عن أمور تتعلق بالصحة، نتحدث عن أمور تتعلق بالتجارة، نتحدث عن أمور تتعلق بالقطاع الخاص، بالتوظيف، بالزواج. هذه معنية فيها عندنا قطاعات محددة. لو جلست هذه القطاعات مع بعضها وجدوا مثل هذه التحديات اللي يعانوا منها إخواننا لطلعنا بحلول مفيدة من خلال جلسة واحدة. واتفق يمكن الأخ مبارك يتفق معي، وأنا متأكد أن وزارة التنمية تحاول القيام بهذا الدور، ولكن لا أعرف حقيقة لماذا لا نستطيع يعني إحنا كمسؤولين أن نكون بالفعل في مكان واحد. فلذلك إحنا كان من ضمن حقيقة التوصيات والإرادات اللي يعني كان يرغب فيها المجلس أن تكون هناك مثل الورشة العمل مع القطاعات هذه كلها لحلها. وإحنا كلجنة صحية مع لجنة الخدمات تبنينا من تقريبا سنتين عمل جلسة نقاشية حول موضوع طبعا التوحد، وكان حقيقة هناك توصيات أكثر من رائعة تم متابعتها، والحمد لله تم تنفيذ كثير منها من خلال جلوسنا مع القطاعات. فهذا ما نقوله وهذا ما أتمنى، أن تكون هناك جلسات نقاشية محورية في طاولة واحدة مع جميع هذه الجهات حتى نخرج بالاحتياجات بشكل سليم. وأنا مثل ما قلت طبعا الأخواننا في الاحتياجات والله احتياجاتهم بسيطة، والله احتياجاتهم بسيطة. نتكلم عن مدرج للمعاقين، نتكلم عن موقف للمعاقين، نتكلم عن خدمات صحية أن يقدموهم في العيادات. هذا أمر بسيط جدا كل القطاعات تقدر تقوم فيه لو أرادت أن تقوم بهذا. أنا أتوقع سعادتك يعني الحديث في هذا الموضوع يمكن كثير ومكرر أيضا، حتى إحنا نسمع هذا الموضوع في يعني استضافات المجلس كثيرة لمعالي وزير التنمية، وكثير من المطالبات والأطروحات
ما يحتاجها تحتاج هذه الفئة أن نسعى لتنفيذ ما يطرح صحيح. من أفكار ومن توصيات. إذا ظلت هذه الأشياء مجرد توصيات وأطروحات لن نتقدم خطوة للأمام. فهذا الموضوع سبب تأخرنا هو عدم السعي الحثيث والجاد في تنفيذ ما يطرح من هذه التوصيات. أنا أتمنى الأخ مبارك الآن موجود أن يأخذ مثل هذه التوصيات ويأخذها بمحمل الجد. الآن هذه التوصيات طلعت من قناة فيها شباب معينين، أتمنى بالفعل أن تكون هذه جلسة ذات قيمة، وما راح تكون ذات قيمة لجلستنا إلا بالفعل أن تبنتها وزارة التنمية الاجتماعية وأخذتها بمحمل الجد. وأتمنى حقيقة أن هذه المتطلبات على الأقل نسمع إن شاء الله إنجاز منها خلال الفترة القادمة. نعم، اليوم وزارة التنمية أيضا ممثلها حاضر وسمع كل هذه الأطروحات، وأكيد لديه تعليق في هذا الجانب. شكرا لكم جميعا وشكرا على الطرح الجيد، وبلا شك كلكم طرحتوا قضايا من المنظور يعني الواسع وليس من المنظور الضيق. إذا جينا لطرح سعادة الأخ هلال الصارمي بالنسبة للقانون الإعاقة، تم الانتهاء من مراجعته، تم سبق طبعا نوقش على مستوى مجلس الدولة وحيل الوزارة هذا الموضوع تقريبا يمكن مضى في حدود السنتين، تم العمل على مناقشة أو مراجعة القانون على ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. الآن تم الانتهاء أقدر أقول لك من المسودة المراجعة أو من مسودة القانون، والآن موجود في وزارة الشؤون القانونية، يعني أبشرك في انتظار أنه يصدر. ولما أقول لك أن تمت المراجعة طبعا أخذت بنود الاتفاقية 50 اتفاقية الدولة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعتها السلطنة وصدرت بمرسوم سلطاني في العام 2008، وقانون طبعا رعاية وتأهيل المعاقين صدر قبلها بأشهر في برقم 63 على 2008، والاتفاقية كانت برقم 111 أظن أو 101 على 2008 121 على 2008. فالموائمة تمت والقانون رفع، ونتمنى إن شاء الله أن يرى النور وهو شامل ومغطي وموفي جميع الاحتياجات. ما أود أن أؤكد عليه هو أن الاتفاقية هي في حكم التشريع الوطني. جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت السلطنة في حكم التشريعات الوطنية لها نفس قوة القانون، وبالتالي تطبيق هذه الاتفاقيات، تطبيق القوانين ذات العلاقة هي من مسؤولية جميع مؤسسات الدولة، ليس فقط وزارة التنمية الاجتماعية المعنية، بل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفق اختصاصاتها مسؤولة عن تطبيق الخدمات في مناط عملها مع الأشخاص، مع المواطنين بشكل عام ومع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. الوزارة قامت أيضا ضمن برامجها وضمن أنشطتها ببرنامج أو بمشروع تفعيل أدوار المؤسسات الحكومية على ضوء الاتفاقية الدولية. نعم. وجمعتهم تقريبا في حدود 60 مؤسسة حكومية، وزارة وهيئة وإلى آخره، بالإضافة طبعا إلى مؤسسات القطاع الأهلي ومؤسسات القطاع الخاص، وعملوا نقاش مستفيض باستعراض جميع الاختصاصات وأين يقع دورهم، وأين تقع مسؤوليتهم على ضوء اختصاصاتهم. نعرفهم أن هذه الاتفاقية هي مسؤوليتكم جميعا. الوزارة نعم دورها إشرافي، دورها متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، وطبعا تم الخروج بتصور، والآن الدليل كدليل مرجعي لمقسم أو محدد لأدوار هذه المؤسسات، قيد أيضا المراجعة، وإن شاء الله أيضا بيكون جاهز ويتم أيضا عرضه للاعتماد عليه، طبعا بداية على اللجنة الوطنية للمعاقين، ثم أيضا ضمن الخطوات المرسوم لأن يعرض على مجلس الوزراء أيضا للاعتماد. نعم. من حيث وجود الهيئة ومدى أهميتها، هذه نتركها أيضا نحن كوزارة، نحن الآن نعمل وفق الاختصاصات التي تم الإشارة إليها. الانتقال من مديرية طبعا كانت دائرة واحدة فقط تعنى بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في سنة 2014 رفعت من دائرة إلى مديرية.
توسعت الاختصاصات، توسعت المجالات، توسعت أيضا يعني التقسيمات الإدارية التي تعنى بمتابعة برامج وتقديم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة. وأستاذ مبارك لو بقطع عليك، يعني إحنا خلينا نبدأ حتى من القاعدة الأساسية، يمكن أكرم طرح مواضيع مهمة جدا، يعني نعم. هي أساسية وقاعدة، إحنا نتكلم عن تعليم، عن توظيف، عن نعم. جزء من حياة اجتماعية أو مكمل لحياة اجتماعية وهي الزواج. إحنا دائما مثل ما بعيد وبكر، إحنا دائما نهتم بالمناقشات وبما نقترحه، لأن هذه الثلاث الجوانب الأساسية الرئيسية كيف ممكن نحولها إلى جانب إجرائي عملي من خلال دوركم كوزارة التنسيق مع الجهات. نعم. هو قائم موضوع الدمج وقائم موضوع اللي هي خدمات معينة، لكن هذا الموضوع يبقى محدود لمثلا نسبة معينة، والباقي وين مصيره؟ طيب القضايا التي تطرحت فعلا هي قضايا جوهرية. نعم. كما قلت، ويعني يعني مجالها واسع، يعني ليست ضيقة في بمتطلبات يومية يعيشها ربما الشخص، وإنما هي قضايا طبعا مصيرية. بالتالي الوزارة طبعا مع التربية والتعليم طبعا في تعاون تام، تحديات موجودة في الجانب التعليمي ندركها جميعا، ويدركها أيضا القائمين في جانب التربية والتعليم، هناك كثير من التحديات الخاصة نعم. بالتعليم، لكن في شغل في هذا الجانب، وفي برامج يعني تنفذ وتعد حتى بالتعاون مع المنظمات الدولية، على سبيل المثال منظمة يونيسيف، كثير من القضايا الإعاقة مطروحة ضمن البرنامج الوطني مع القوى العاملة، أيضا برنامج فيما يتعلق بالتوظيف أيضا، وأيضا مع القطاعات المدنية. طبعا أنك نعرف أنه 2% هذه على الأقل يفترض كنسبة، يفترض أن تطبق 2%، وأيضا العمل جاري على أساس أنه حث الجهات التوظيف بـ 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 بتوظيف على الأقل هذه النسبة، إن لم يكن هي كحد أدنى وليس كحد أعلى. نعم. وكذلك التأهيل كما أسلفت أنه بالنسبة للتأهيل ودمجهم في سوق العمل. من حيث الوعي الأسري ومن حيث القضايا الزواج، نعم نتفق أن هناك نريد فعلا نريد ابتكارات إبداع، هي ما أصبحت الآن المحاضرة ولا الخطبة يعني تعطينا مفعول بالنسبة لحلحلة مثل هذه القضايا، وهي كما كنا نتناقش جانبا أنه معظم هذه القضايا الزواج والقضايا الاجتماعية هي عالمية، تقريبا ما في دولة يعني قدرت أنها تتحلل منها بشكل كامل، لكن الموضوع هنا يحتاج إلى شغل، يحتاج إلى برامج قد تكون على شكل يعني على المسرح، ربما على برامج التواصل الاجتماعي، يعني برامج فنية إلى حد ما تناقش وتعالج هذا الموضوع. هذا من الجانب الاجتماعي. الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا عليهم دور أيضا كبير جدا في كونهم أنهم أيضا أشخاص ممثلين لأنفسهم، ويرتقوا أيضا بقدراتهم وبإمكانياتهم والاستفادة مما يقدم لهم أيضا من برامج. نعم. أشار سعادة هلال على أساس أنه أيضا كثير من المعاقين ربما لا يجدوا أو يطالب بخط ساخن لاستقبال خط الحماية الأسرية. على كل حال سعادتك، هو أيضا يستقبل مكالمات ويستقبل قضايا، ويتم أيضا معالجتها وتحال لنا، مكاتب مفتوحة، والكل أعتقد أن جزاهم الله خير أشاروا وأشادوا بهذا الموضوع. بس معلش نأكد، خط الحماية الأسرية ممكن ذوي الإعاقة يتصل؟ نعم 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 ممكن نعم. وكثير من القضايا تأتينا عن طريقهم ويتم معالجتها في كثير من نعم. إذا نحن كذلك خطوطنا مفتوحة للمستمعين والمشاركين، ولأن انتظر كثير على الخط طبعاً. خالد البلوشي حقيقة شاب من ذوي الإعاقة والهمة العالية، وعنده مشروع الخاص في مجال تنجيد مقاعد المركبات في محافظة البريمي، بنتعرف عليه أكثر إن شاء الله. مساء الخير. مساء الله أستاذي. يا مرحبا وسهلا فيك خالد، حياك الله. حياك الله، يا مرحبا وك. نعم الأخوة في الاستوديو بس عشان تسمعوا المكالمة بإمكانكم استخدام السماعات. خالد كيف حالك خالد؟ طيب خير أستاذي. أهلنا وربعنا وأخواننا في محافظة البريمي. كلهم يسلم عليك الطيب، شكرا الله ونحمده. يا مرحبا وسهلا فيك. أمسيك الله، أمسيك الله بخير، ومثل السادة اللي موجودين معك في الاستوديو يسمعوك ويبادلوك التحية أكيد. يا مرحبا بك خالد، عرفنا أول شيء على طبيعة إعاقتك يعني، وفكرتك في أنك تبدأ مشروعك الخاص. أستاذ أنا عندي إعاقة حركية، أنا تعرضت للحادث سنة 2010. نعم.
فكان عازف أليم وبداية كان صعبة جدا. فبعد خروجي من المستشفى كان ما عندي، أنا أتكلم عن نفسي، فما كان عندي كرسي متحرك. نعم. ففي من جماعة تبرعوا لي بكرسي. الكرسي كان الله يعزك كان في يعني الكرسي متشقق يعني مثل ما تقول. نعم حالته تعبانة. حالته تعبانة. فمرينا في المحلات التنجيد عشان نعمل له تنجيد. أقل شخص اللي يعني أعطانا التنجيد أقل واحد 25 ريال. نعم. فقط حق التنجيد الكرسي. طيب. وفي شائعة الأقدار يعني من 2014 أنا دشيت مجال زينة سيارة تنجيد مقاعد. شائعة الأقدار أني أنا بنفسي أفتح محل للتنجيد. يعني نقدر نقول لهياتك الفكرة من مسألة تنجيد الكرسي الخاص بذوي الإعاقة؟ والله ما كانت هاي فكرتي بالضبط، أنا بس كذا يعني فكرت أني أدخل في هالمجال. نعم. فبداية صراحة ما حتشجعني. ما حتشجعني، قال أنت إنسان معاك كيف بتدش كيف بتدير وكيف بتسوي. يعني أغلب الناس كان خلاف إني أدخل في مجال التجارة. نعم. ما إني أقول لك أنا تاجر، لكن الحمد لله حاجة بسيطة أقضي بها أموري. الحين أنت تملك هذا المشروع، تملك هذا المحل؟ إيه نعم. وكيف الإقبال؟ الحمد لله، الحمد لله إقبال كبير، شيء إقبال ولله الحمد والشكر. طيب التحديات اللي واجهتك أكيد شيء تحديات، يعني لما نتكلم عن مشروع يبغى له حركة وأنت إعاقتك حركية. والله بداية المشروع كان صعب جدا جدا، كان صعب يعني وين ما أروح كل الناس أول ما يشوفوني يعني يشوفوني بنظرة عاطفية أو نظرة يعني هل هذا هو صاحب المشروع، يعني كان كسؤال يدور في راسي هل يقدر يدير المشروع هل يقدر يسوي. فكان صعب جدا، ولكن من ناحية التحدي شو اسمه، إذا أنا أقول لك أتكلم عن دريم، أنا أتكلم عن دريم خاصة الدوائر الحكومية والشرطة وغيرهم جزاهم الله خير متعاونين أبعد الحدود. نعم تعاونين. لكن أوصل نعم معي أنا أتكلم عن نفسي شخصيا وفي البريدي، أوصل مثلا وصلت الشرطة حد يدخل يقول لي خبر من خالد جاي وما يقدر يدخل، جزاهم الله خير هنا الشرطة لين برا يعني مسهلي لي أمور كثيرة. طالع كم سنة صار لك خالد؟ من سنة 2014. من 2014 يعني ما شاء الله أنت قضيت مدة جيدة، يعني إحنا نتكلم عن حوالي 5 سنوات تقريبا، ونقدر نقول إنك خلاص مستقر في مشروعك ويمثل لك يعني مصدر دخل لله الحمد والشكر. وتنجيد الكراسي المعاقين وأدوات تعويضية من يوم بديت من 2014 مجانا للمعاقين الله عليك. نعم. يعني إحنا وش نقول بعد هذا الكلام الكبير منك. والله طيب يستاهل. أنا بنفسي من الفهو عارف معاناته، وأنا أقول لك يستاهلوا. نعم. طيب. لأن في استغلال كبير صراحة، أنا أقول لك في استغلال كبير. طيب لما تروح الجهات المعنية لتخليص بعض الإجراءات، نعرف شيء سجل تجاري وشيء بلدية وشيء هذا، في تسهيلات موفرة لك لتشجيعك؟ في تسهيلات كثيرة مثل ما خبرتك. أنا أتكلم عن فيلم بالبريمي، لأن في بعض الشباب يتشكوا من خارج البريمي. نعم. أكثر من الناس كانوا يتشكوا بس في البريمي بالله الحمد يعني مسهلين. مثلا نوصل البلدية يخبروا منه خالد برا، مساكين يوني لين برا جزاهم الله خير، يأخذوا أوراقي يخلصوا الإجراءات يعني ما يعقدوا الأمور. تستحق على روحك المعطاة هذه. اللي جنبك المحلات عمانيين ولا وافدين؟ لا أغلبيتهم وافدين. أغلبيتهم وافدين. نعم. الحين ما نرفع لك القبعة، نرفع لك المصر فوق. الله يعطيك صحة وعافية. الله يسلمك يا خالد. آمين يا رب. نعم. شكرا شكرا جزيلا لك خالد. أشكرك أشكرك. يعطيك العافية. يعني نحن لما نتكلم أحيانا في كثير من الحلقات اللي نخصصها عن الشباب نقول والله يثبت الشاب نفسه ويعني ما يترك للوافد المجال للسيطرة. هذا اليوم خالد يعني رغم الظروف إلا أنه هو ما فقط يعني ثبت وجوده كشاب عماني، بعد كان منافس قوي حتى للمحلات اللي جنبه من الوافدين. ونحن نعرف أنه هذا يعني هذا النوع من المهن تبع زينة السيارات وغيرها لا زال الوافد سيطر عليه بشكل كبير، فتحية حقيقة لخالد. نعم، وأكيد في نماذج كثيرة مثل خالد يمكن إحنا ما ذكرناهم أو ما نعرفهم وما اقتربنا منهم، لكن مثل ما شار عبد الله لهم التحية. نرجع لأكرم، اليوم اللجنة الوطنية للشباب يعني خصصت عضو من أعضائها أن تكون موجود فيهم، أكيد تمثل هذه الفئة بجميع يعني مجالاتها.
الدور اللي يعول عليك أنت أكرم اليوم يعني، والمسؤولية اللي تستشعرها تجاه أقرانك من هذه الفئة من ذوي الإعاقة. اليوم ذكر عبد الله أنه في مواهب، في إيجادات وفي مشاركات حتى خارج السلطنة محتاجين إلى التفاتة، إلى تكريم، إلى تعزيز. إيش اللي ممكن يقدم لهم أيضا في هذا الجانب المعنوي من قبل هذه اللجنة؟ جميل سؤالك، واجد ممتاز، لأن أنا كنت أريد أتكلم عن موضوع مشابه جدا. طبعا الواحد لما يكون في مكان معين يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وخصوصا إذا كان عنده اهتمامات في بعض فئات المجتمع. وأنا أسقط المثال كوني عضو في اللجنة الوطنية للشباب، أو كذلك في واقع المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. الحين في حاجة اسمها الإدارة من الخارج، اللي هو أنت تستشرف أو تعرف العملائك إيش يحتاجوا. نعم. وتبلور المعطيات اللي هم يعطوك إياها وتحولها إلى واقع وفق ما يريدوا. أنت لو سويت أو أنشأت هيئة أو ما شابه أو أي مؤسسة كبيرة وحبيت أنك تقدم خدمات، ولو جبت خبراء من شتى أنحاء العالم وعلى وفق المستويات بدون ما تعرف أنت الآخرين إيش يريدوا من عندك، خدماتك ما راح تكون مكتملة. فأحنا كعضو في اللجنة الوطنية للشباب كان من ضمن الخطوات اللي هو نحن نعرف إيش الاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أنه في عندنا العديد من المشاريع اللي تقوم بها اللجنة الوطنية للشباب، ونحرص دائما على أنه يكون لهم نصيب دون تمييز طبعا، لكن كذلك احنا نفتح لهم الباب في حيث أنه إذا كان في مشاركة محلية دولية موضوع معين أنه يكون حاضرين في كل المشاريع وفق القدرات قدراتهم هم يعني ومدى تعاطيهم مع هذه المشاريع. لما انا ضربت لكم مثال عن الـ عن الـ عن الـ المديريه العامه لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقه، انا استبشرت اخيرا لما جات هذه المديريه، ولكن يعني هم هناك جهود جالسين يقوموا بها، لكن احنا كاشخاص ذوي الاعاقه يعني ما جالسين نشعر بهذاك الجهد، لانه مره ثانيه اقول انه ما قال لي يوم الأيام يعني سمعت إنه في لقاءات تقوم بها المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تجمع الأشخاص ذوي الإعاقة إيش احتياجاتكم بشكل شهري، ليش ما يكون في لقاء شهريا، أنتوا إيش احتياجاتكم، 1 2 3 إيش المخرجات، هذه المخرجات يتم وضعها ضمن توصيات يتم متابعتها، في الأخير أنت وجدت لتخدم هذه الفئة، إذا كان شريحة كبيرة من هذه الفئة ما يشعروا بهذه الخدمات اللي تقدمها. أنا مرة ثانية أقول أنه قد تكون هناك الخدمات لكن ما ظاهرة، هل هو بسبب الإعلام؟ هل هو جانبهم الإعلامي محتاج يعني تعزيز بحيث أنهم هم تظهر خدماتهم إلى الشارع وتوصل لذوي الإعاقة؟ هنا مهم جدا أنه مفهوم الإدارة يتغير، مفهوم الإدارة أن أنا لما بدل أدير في وفق داخل جدران مغلقة، لا أنا أخرج وأشوف الشباب هذا إيش يريدوا، أعمل لقاءات مع ذوي الإعاقة الحركية، أعمل لقاءات مع ذوي الإعاقة البصرية، أجمع الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين وعمل دمج وعرف إيش، ويطرحوا مرئياتهم وتحدياتهم وأخذها وأسعى لها، وإيش التحديات عندي في وزارة الفلانية، العقبة الفلانية متكررة في الوزارة المعنية، أتابع بشكل مستمر. هي مش فقط أن أنا عندي مراكز الوفاء اللي تخدم في شريحة معينة أو لا، لكن هناك ذوي الإعاقة اللي هم في سن متقدم قد ما يحتاجوا لهذه الخدمات اللي تقدم، في عندهم خدمات ثانية وعقبات ثانية وإلى آخره. ينبغي أنه فعلا احنا لما ندير شيء نديره واقع. نعم، وهو محتاجين أيضا نغير قناعات يعني، أنا مع الجميع يعني هذا الخطاب. اليوم احنا نلاحظ بعض الشعارات ونلاحظ بعض الهاشتاجات على تويتر، يعني إن الواحد يوعد أني أنا ما أوقف موقف معاقين. إحنا ما محتاجين مجاملات اليوم وتعاطف، محتاجين فعلا أن كل فرد في المجتمع يستشعر هذا الموضوع، المسؤول يعني الصغير والكبير. اليوم حتى لما نتكلم محتاجين مبادرات شخصية ومؤسسية تجاه هذه الفئة، بحيث أن نحتوي ما نعلق فقط الشماعة أن وزارة معنية هي المسؤولة، وبالتالي إذا ما قامت بدورها إذا تتوقف الحياة في الجانب الآخر. نعم، يمكن أن نحن مبارك. نعم، يبدو أن هناك تعليق من أستاذ مبارك على حديثك. خليني بس الأخ كرم، الأشخاص ذوي الإعاقة حاضرين حقيقة معنا في كل البرامج، في كل التوجهات، في مناقشة جميع الخطط.
اللجنة الوطنية للمعاقين الأشخاص ذوي الإعاقة عضو فيها. هذه يعني اللجنة الوطنية للمعاقين طبعا هي تضم يعني الوكلاء، هي برئاسة معالي وزير التنمية الاجتماعية بعضوية جميع وكلاء الوزارات والمؤسسات المعنية بكافة الخدمات في الدولة، أكثر من 19 أعضاء من الوكلاء فيها، بالإضافة إلى مقعد دائم للأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. في لجنة فنية شكلت أيضا على يعني لعمل أو لتنفيذ أو لمتابعة أعمال اللجنة الوطنية أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا عضو فيها. كذلك جميع الورش العمل، جميع البرامج، التقرير الذي قدمته السلطنة أيضا للأمم المتحدة على ضوء توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا سبق نقاشات عمل وسبق جلسات، الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا هم أعضاء في هذه اللجان كلها، هم حاضرين حقيقة. يبقى إنكم أنتم أيضا تفعلوا دوركم ضمن يعني المرجعيات الجمعيات الأهلية التي تمثلكم، الذي يعني يمثلكم أنتم. صعب من الصعوبة طبعا بمكان أن يدعو جميع أو يتم دعوة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا حاضرين في مكان واحد، لكن لكم أيضا أنتم مرجعياتكم، لكم تنظيماتكم التي من الممكن أيضا أن تنسقوا العمل معها يعني كأفراد. فأنا هذا اللي يعني أدعوكم أن تكونوا أكثر تنظيما في هذا الجانب، ومن يمثلكم. نعم، زين ذكرت هذه النقطة أستاذ مبارك. نحن فقط لضيق الوقت نريد بعد نسمع من راشد دور الجمعيات اليوم في مسألة تعزيز هذه الخدمات، وكذلك وجود صوت منظم يعني يصل سواء الجهات المعنية أو حتى لمطالباتكم المختلفة. والله أنا أعتقد أن الجمعيات قائمة بدور كبير بالرغم أنه هذا عمل تطوعي. نعم. عمل تطوعي وعمل يعني أنت في النهاية ما محاسب ذيك المحاسبة إذا أجدت وأبدعت أو أنك يعني تقاعست عن أداء العمل الإداري في جمعية عمومية بتحاسبك كيف؟ طيب الحساب في ذيك اللحظة وخلاص انتهى الموضوع، خلينا نكون واقعيين يعني. يعني إذا ما فعلت الجمعية العمومية نحولكم مجلس الشورى ترى. لكن يعني أنا أقصد إنه الجمعيات بعد ما ممكن نحملها فوق طاقتها. نعم. في النهاية هو هذا عمل تطوعي. لكن ما تعتبر مظلة يعني أصحاب هذه الإعاقة. نعم. هي مظلة. متى ما تم تنظيمها وكذلك تعظيم الاستفادة منها أكيد لها مردود. أنا اللي أقصده يعني إنه الجمعية مثلا أنا بتكلم عن جمعية النور المكفوفين. نعم. حقيقة قامت بأدوار كثيرة. قامت بأدوار كثيرة وربما هي يعني قامت بأدوار غيرها، خلينا نكون واقعين بالذات في السنوات الأخيرة. نعم. يعني نحن اشتغلنا خدمة مدنية، نحن اشتغلنا قوة عاملة. نعم. يعني كنا لما كنا في مجالس الإدارة السابقة كنا نسعى لإيجاد وظائف للمكفوفين، ورغم أنه يعني أكون معكم صريح في بعض الجهات الحكومية قالوا أنتوا وإيش دخلكم، لكن نحن تغاضينا عن هذا الموضوع ولنا طرقنا الحمد لله رب العالمين في ظل الأزمة الاقتصادية اللي عصفت بالعالم كامل. نحن في السنة الأخيرة سنة 2018 وظفنا أكثر من 15 كفيف من حملة الشهادات الجامعية تم توظيفهم في الخدمة في مؤسسات الخدمة المدنية. وهي مثل ما قلت في بداية حديثي في الساعة الأولى أنه هي كلها هذه جهود شخصية، هي كلها جهود شخصية واسطات يعني. والله هي إذا كانت الواسطات تفتح بيت فمرحبا بالواسطات. هالمرة بتخلونا نفتح موضوع غير ترى. لا 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 لا. يعني هي جهود شخصية واحد يسعى يعني. يعني هو هذا دور الجمعيات الحقيقة، يعني الجمعيات دورها مهم وحيوي وأساسي، لابد لا يضيع حق وراءه مطالب. يعني أنتم يعني كل جمعية، جمعية النور للمكفوفين تمثل المكفوفين، جمعية العمانية للمعاقين تمثل جميع العقاد الحركية، عندنا الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية أيضا تمثل الأخوة الصم. زين، فهذه الجمعيات هي مظلة فعلا يفترض من الجميع أن يكون يعمل كل جمعية مجلس إدارة، ولكل جمعية أيضا هناك لائحة تنظيمية. زين، فيفترض أن نستغل
هذه الجمعيات، وهذه الجمعيات طبعا يعني صدرت أيضا أشهرت بقرارات حكومية، وبالتالي لها صفة رسمية، يفترض أن يكون تستغل وتبرز يعني قضايا الفئة التي تمثلها بشكل جيد، وتكون ممثلة للكافة أو لجميع الفئة. نعم راشد، بعد نسمع منك سواء من خلال دور الجمعيات. عبد الله. نعم عفوا عبد الله أذرني. طيب نسمع منك سواء من دور الجمعيات والجهود اللي تقوم فيها وتواصلها المباشر حتى مع وزارة التنمية الاجتماعية في مسألة تسهيل، هل تشعر فعلا أن هناك في تسهيل من وزارة التنمية الاجتماعية لعمل هذه الجمعيات وتمكينها أمام الجهات الأخرى والجهات كذلك المعنية بخدمات أو حتى مثل ما ذكر راشد فيما يخص يعني تسهيل التوظيف وغيره؟ طبعا كما ذكر الأستاذ مبارك دور الجمعيات مهم جدا، خاصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما أننا نحن نتكلم عن الجمعية العمانية للمعوقين، فهي طبعا بذلت الجهد الكبير، خاصة كان العائق هو توفير المستلزمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالكراسي المتحركة. ولله الحمد في الفترة الأخيرة اللي الشيء التنسيق الكبير بيننا وبين وزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص استلام وتسليم الكراسي لهذه الفئات، وأيضا يعني مدى حقية الإعاقة، لأنه هناك في إعاقات مختلفة، يعني ما ممكن كرسي من نوع كهرباء يعطى لشلل الأطفال أو ما عنده يعني ذيك الإعاقة الصعبة. أيضا هناك الحين الجمعية تقوم أيضا بوضع ممثلين لها في المحافظات، يعني في محافظة جنوب الباطنة، الحين مؤخرا في محافظة الداخلية، وذلك لسهولة التواصل، لأنه ما لا توجد أفرع للجمعية في هذه المحافظات. وأيضا هناك أيضا الجمعية الحين يعني تقوم بالتركيز على إقامة الفعاليات والمناشط اللي كما ذكر قبل شوية سعادة هلال، أنه إظهار إبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة. أعتقد إذا تم إظهار إبداعات هذه الفئة، هذه أيضا رسالة يا أستاذي مبارك يمكن تشاطرني في الرأي، أنه المجتمع راح يتقبله أيضا للزواج، لأنه يشوف هذا فعلا مبدع متألق يعني. لذلك أيضا أنا كان في مداخلة بسيطة للأستاذ مبارك في لما يتكلم الأخ أكرم، نحن نتمنى فعلا مشاركة نحن يعني بشكل عام، هو صعب أنه نجيب كل الأعداد اللي في السلطنة، ولكن لا يمنع أنه شخصين من كل محافظة يكونوا موجودين في أثناء بشكل دوري في اللقاءات والأنشطة. نحن في لقاءات يعني في جهد في المديرية العامة، في جهد لأشخاص ذوي الإعاقة، لكن نحن لا نعلم عنه حتى أثناء الاجتماعات، أثناء الفعاليات، أثناء المناشط ما نعلم عنه، وذلك بسبب القصور الإعلامي. يعني محتاجين تواصل أكبر. نعم. اسمحوا لي فقط أنا بطلع لأذان العصر وبعدها بنرجع إن شاء الله محطتنا الأخيرة والختام. نحن للأسف مستمعين وصلنا تقريبا إلى المحطة الأخيرة في برنامجنا، والوقت مر سريع علينا، عندنا أقل من 10 دقائق، نحاول يعني خلال هذه 10 دقائق نستمع إلى كلمة أخيرة من جميع ضيوفنا. يعني سعادتك استمعت للحديث اللي دار اليوم في الحلقة، وسواء من خلال المشاركات ومن خلال حديث الأستاذ مبارك من وزارة التنمية الاجتماعية، ويمكن يعني نصل إلى مسألة تكامل هذه الجهود. حقيقة في جهود تبذل أحيانا وكذلك في مساهمات معينة، وتبقى فقط تضافر هذه الجهود وزيادتها حتى نصل فعلا إلى خدمة ترقى وتمكن الأخوة المعاقين. بلا شك، وإحنا حقيقة من البداية ذكرناها أنه إحنا ما عندنا شك أبدا في جهود كل القطاعات اللي موجودة في السلطنة، ولكن دائما تبقى هذه الجهود مكانك سر إن لم تحرك، إن لم تعزز، إن لم يعني تأخذ حيزها من النقاش ومن الحوار المهم. أنا أتمنى حقيقة حاجة من قناة الشبيبة إن تسمحوا لي، الآن إحنا تحدثنا اليوم عن هذا الموضوع، أنا أتمنى خلال 10 دقائق إحنا نركز على نقطتين أو 3 نقاط نشتغل عليهم معا، أنتم كإعلام من جهة، وزارة التنمية من جهة، إخواننا اللي موجودين أصحاب العلاقة من جهة،
ومجلس الشورى كذلك أكيد راح يتعاون في هذا الموضوع. ولذلك أنا يعني حقيقة لخصت الأمر أنه يعني في يمكن نقطتين أو ثلاث نقاط يعني مهمة إن كان يسمحوا لي الأخوة ممكن أنا إحنا نذكرهم. أول حاجة قضية التركيز الجانب الإعلامي. إحنا تناقشنا في بعض القضايا المتعلقة بالمعاقين نحتاج الإعلام يركز عليها فيما يتعلق مثلا بالزواج. ذكر أخونا أكرم موضوع الزواج. لو كانت هناك مثلا مقاطع فيديو مثلا معين تبث يعني من خلال مثلا تبنيها من قبل أحد الناس المسرحيين أو حاجة يعني تؤطر أو خلنا نقول تعزز فكرة الزواج وأنه هذا الشخص المعاق قادر أن يعني يمشي بحياته وقادر أن يتزوج وقادر يمارس حياته. هذه تغطية هذا الجانب راح نعزز من الجانب الاجتماعي للمعاق. ولذلك راح نعمل كذلك حل لقضية الزواج لهذا الأمر. حتى فيما يتعلق موضوع اللي هو التوظيف مثلا ممكن كذلك يتم مخاطبة القطاع الخاص التركيز على هذا الجانب من خلالكم أنتم من خلال التغطية الإعلامية من خلال جانب كذلك التنمية في يعني هذا الأمر. أمر مهم إحنا ما تطرقنا له وأتمنى حقيقة أن يعني ننظر له بطريقة نوعا ما يعني أكثر تركيزا هي قضية بطاقة المعاق. تحدث عنها الأخ أبو شاكر لكن إحنا ما عطيناها حقها في النقاش. بالفعل هذه البطاقة وكأنها فقط يعني صورة فقط أو ورقة يحملها هذا المعاق دون أي إيجابية أو دون أي يعني 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 مثلا فائدة يرجوها هذا الشخص المعاق. فلذلك التركيز على هذه النقطة أن بطاقة المعاق يجب أن يحصل عليها المعاق على 1 2 3 4 نركز عليها كذلك مع جانب التنمية وندعم بهذه القضية. حتى وإن كانت التنمية لا تستطيع سواها أن تقوم بهذا الدور إحنا كمجلس شورى ممكن نضغط أنتم كإعلامكم تضغطوا الإخوان أصحاب العلاقة ممكن يضغطوا وبذلك رح يتحقق. فأنا أن نركز على 3 4 نقاط مهمة رئيسية نشتغل فيها كلنا مع بعض وبإذن الله حتى لو حبينا نقيم هذه النقاط ونلتقي بعد 3 شهور أو 4 شهور في لقاء آخر لنرى إلى أي مدى وصلنا إحنا في تحقيق هذه المتطلبات بيكون كذا أنجزنا وكان بالفعل من لقائنا هذا الفائدة المرجوة. نعم بإذن الله تعالى وتأكد سعادتك نحن تحت أمركم في أي شيء بإمكانه أن فعلا يعني يساند هذه الجهود ويبرزها إعلاميا. يعني هذه المساحة متوفرة بلا شك. أستاذ مبارك الكلمة لك. شكرا جزيلا. طبعا في سبيل عملية التكامل هناك العديد كثير من حقيقة من النقاط ما تعرضنا لها بشكل يعني كلمة ختامية ترى استاذ لكن لا نرجع ونقول ونؤكد عليها على أنه عملية التكامل طبعا هي عملية مهمة جدا بالنسبة للبرامج والخدمات والتسهيلات التي يعني نتطلع لها ولتكون موجودة وتكون في متناول اليد. طبعا اللي أحب أيضا أشير عليه أنه يعني عملية الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذات الصلة بعمل الوزارة بشكل مباشر أو حتى مختلف المؤسسات الحكومية. أن الوزارة الآن في سبيل يعني في عندنا أكثر من جهة الآن مربوطة إلكترونيا بالخدمات في الفترة الأخيرة أيضا بنربط مع وزارة الصحة من حيث التحويل الإلكتروني للتشخيص وأيضا في موائمة الكود أو الرموز التي تعتمد عليه وزارة الصحة كتشخيص اللي هو الكود المرضي زين ICD حيث أنه الآن بنعمل ربط ما بين التصنيف المعتمد للإعاقة مع التصنيف المرضي الموجود لوزارة الصحة وهذا رايح يسهل كثير وبالتالي رايحين إن شاء الله ما نحتاج على أنه عند تجديد البطاقة كل 5 سنوات نعيد إرسال صاحب العلاقة إلى بحيث أن تكون بياناته محدثة وموجودة بشكل كامل. بطاقة معاق ونؤكد فيها وجزاك الله خير أنك أشرت الموضوع وأشار لي الأخوة أيضا مهم جدا. نحن في قائمة المسجلين معنا لا يتعدى 32,000 تعداد 2010 خرج بكم ب 62,000 تقريبا ونص و500 حالة ما زال كثير عزوف إن صح التعبير كثير من الناس غير مقتنعة بالتسجيل. يعني هم رابطين الآن ماذا تقدم لنا هذه البطاقة من خدمات. هناك بعد آخر هناك بعد استراتيجي هناك بعد تنموي الأرقام هذه والمؤشرات تساعدنا كثير على التخطيط السليم. إذا كانت هناك كثير من الأرقام أو من الحالات الغير مسجلة فمعناته هنا بيكون يعني مجال الخدمة محصور. الموازنات طبعا كل خدمة تحتاج إلى موازنة مطالبة الجهات المالية أيضا بموازنات بتعزيز الموازنة والموازنات كلنا نعلم على أنها يعني قد تكون قليلة ومحتاجة إلى تعزيز والبيانات مهمة جدا ونود أن نؤكد عليها في هذا المقام. شكرا جزيلا لك أستاذ مبارك. أكرم في أقل من دقيقة. طبعا
طبعا أنا أحيي سعادة هلال الصارمي على النقاط الثلاثة، وأنا أحب الشخص اللي يركز في نقاط معينة ويمشي في خلالها. أضيف له نقطة واحدة فقط اللي هي احنا سبق أنهم هم دعمونا كثير لمجلس الشورى في رفع توصيات لمجلس الوزراء بإنشاء نادي رياضي مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا رابع نقطة أنا أحب أضيفها في النقطة في الثلاث نقاط اللي ذكرها سعادته، وشكرا جزيلا على الاستضافة، تمنيت لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك عبد الله. نسمع من عبد الله. مشكورين بأمانة، شكرا إذاعة الشبيبة، شكرا لهذا الإعلام الراقي ولهذه القناة الراقية، شكرا لهذا الدعم الإعلامي اللي نفتخر ونعتز فيه، شكرا لسعادة هلال الصارمي على التفاعل، وشكرا لمجلس الشورى، شكرا أستاذ مبارك على تفاعل، شكرا لوزارة التنمية الاجتماعية. طبعا هذا ليس من قصور منكم، لكن دائما هو لتبادل الآراء كما أنت ذكرت ولكي نخرج بشيء أفضل، فشكرا لكم على هذا الاستضافة. شكرا عبد الله، يعطيك العافيه. راشد، في نهايه هذا اللقاء انا فقط عندي نقطه في 30 ثانيه. انا اتوقع مستقبلا المرحله المستقبليه لابد كحل اولي اقامه ندوه وطنيه تناقش هذه القضايا وتكون توصياتها ملزمه لجميع الجهات الحكوميه والخاصه. وشكرا لكم اذاعه شبيبه، واتمنى كذلك من اذاعه شبيبه تبني افكار توعويه تخص ذوي الاعاقه بشكل عام. ان شاء الله ان شاء الله تحت امركم نحن. تعليق سريع على مقترح الاخ. نعم تفضل. التوجه العالمي في الدمج لا يعني لا يتجه نحو حصر او تخصيص نادي خاص بالاشخاص ذوي الاعاقه، فانا ارجو ان يكون هذا الموضوع ايضا حاضر في الاهتمام. شكرا. يعطيكم العافية، حلقة ثرية أكيد كانت من خلال وجودكم سعادة هلال الصارمي عضو مجلس الشورى، الأستاذ مبارك القاسمي مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، الأستاذ أكرم المعولي نائب رئيس اللجنة البارالمبية العمانية وعضو اللجنة الوطنية للشباب، عبد الله البلوشي متقاعد من القطاع الحكومي ممثل ومشرف للجمعية العمانية للمعاقين، والأخ كذلك راشد بن سليمان الفارسي مؤسس مجموعة إبداع البصيرة. شكرا جزيلا لوجودكم اليوم معنا في الاستديو، والشكر لكم متابعينا. غدا إن شاء الله يتجدد بكم اللقاء في موضوع آخر عبر برنامجكم مع الشبيبة. دمتم في أمان الله. هذه تحايا جاسم البداعي معد البرنامج، وعبد الله السيدي وأمل الجهورية في التقديم. مع السلامة.